كانت تضربيني تفجعني بالجد. خبرتني بنتي بالهاتف انه يا بي تعال عنا اختي بدها اياك. رحت لاحكي معها خير، قالت لي يا بابا وصل اختي لاي مكان امن، ما امن على اولادها، كانه الاولاد بدهم يودعوا الحاره، بده يودعوا ما بعرف شو، طلعوا لباب الدار لسه ما خرقوا باب الدار، ولا اجى صوت انفجار نهز البيت كلياته علينا، شظايا فاتت علينا على جوا، ركبت لبرا ولا اشوف احفادي بالارض قدام باب الدار، شلت البنت اطلع شو اطلع على رجليها، الله لا يفرجها لاحد. المهم دبرنا سياره جينا على المشفى وحطيناهم، والدكاتره فوتوه دغري على الاسعاف، الولد كان خالص، حطيناه بحقه امبارح، والبنت سوت عمليه لرجليها، راحت رجل ورجل الثاني مكسورة، والله ياخذ حقنا من اللي كل واحد كان السبب. بس كان ما كان يشتغل فاسي، كان يشتغل فاسي.